بداية من المركز الإعلامي اللي بيقف دائما للشائعات بالمرصاد وبيقطع على مثيري الشائعات والبلبلة أي طريق لمثل هذه الأشياء. بدوره كشف المركز الإعلامي أنه في ضوء اللي تم تداوله منشور يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد حتى يوم 7 أكتوبر، المركز الإعلامي مجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واللي نفت هذه الأنباء، وأكدت وزارة التعليم أنه لا صحة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد لحد يوم 7 أكتوبر كما تم تداوله، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأنه المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة على الإطلاق، وشددت على أنه هيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد دون أي تأجيل. ومن المقرر أنه تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر بكافة المدارس، ومناشدة الطلبة وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.